خرجت للتو من المحكمة على منطق الحكم وسنة حبس نافذة غرامة 1000 درهم فيما يخص المطالب المدنية للإدارة العامة للأمن الوطني فسبق التمسنا الدرهم الرمزي وقضت المحكمة بذلك. حنا بالنسبة لنا باسم إدارة العامة للأمن الوطني هذا الحكم الحمد لله أنه أقصى ما كنا نطالب به. كانت العقوبة من شهر إلى سنة وقضت المحكمة بسنة. On est satisfait de ce jugement. Et on verra avec la direction de la sécurité nationale si on va faire appel ou pas. بان ان محاكمه غير عادله وعلى انه كان انتقاما للشعب المحقور فعلا باش ما يبقاش يهضر باش ما يبقاش يتكلم باش يتقمع وباش يترهب.